القوى السياسية المبدئيين أيضا في إيران أيضا تيارات متعددة، وأيضا قوى يعني لديها أحزاب داعمة، مثلا افترض المؤتلفة صرحوا طلعوا بيان دعموا بسيد جليلي، مؤتلفة من الأحزاب الكبيرة في قسمة يعني المبدئين أو المحافظين. على كل هذا التعدد بنقطتين، بنقطة إيجابية تعدد المرشحين أنه سوف يساهم في رفع عدد المشاركين للانتخابات لدعم الجهة وليس الشخص، وهذا يسمح بدورة ثانية، وإذا صارت دورة ثانية سيكون هذا الجمهور مؤثر وغالب. فمن الناحية الواقعية به نقطة إيجابية، ومن الناحية الواقعية أيضا هو يقسم الأصوات، مما يعطي فرصة للصوت الإصلاحي الدكتور بوزشكيان أن يكون هو الفائز. أعتقد أن فائز أول في هذه الانتخابات ماكو، راح نروح للجمعة الأولى بعد فرز وإعلان النتائج، أعتقد هي التي ستحدد حينما يكون هنالك المرشح الأول والثاني يتنافسون بشكل واقعي. نعم. في هالحال يكون تعدد أصوات المحافظين، تعدد المرشحين سيكون إيجابي وليس سلبي.